يتعطل عليك. الله يعني صدق والله العظيم يعني من راح اجي موقف التسجيل او تصوير والله ماكو ان شاء الله بينا بس انا وياك. عليك الله يعني صدق والله العظيم يعني من راح اجي موقف التسجيل او تصوير. لا لا شنو تصوير او تسجيل ممنوع تصوير شغله. والله ما في تصوير والله ماكو شغله بيننا بس انا وياك. ايش فيش خايف استاذ؟ هي مو قصة خوف بس يعني ما اقدر اقبلها لان والله العظيم مخطوبة يعني تدري بياني مخطوبة.